اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بالتاكيد قبل ما ادخل في الترند المحلي واخبار منتخبنا الوطني، خبر عاجل في هذه اللحظات. اتحاد الكره يعلن استئناف النشاط يوم 21/9 من الشهر الجاري. قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه احمد مجاهد استئناف النشاط القروي باقامه مباراه السوبر المصري عن الموسم الماضي بين الاهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي، فيما تقام مباراتي دور 16 لكاس مصر، الاهلي مع انبي وسموحه مع بيراميدز يوم 25/9، ومباراه الدور الثمانيه بين الفائزين في المباراتين يوم 29/9، على ان تقام مباراه الدور قبل النهائي بين الزمالك واسوان يوم 2 اكتوبر، والمتاهل في الاطراف الاخرى الى مرحله الدور نصف النهائي امام بتروجيت يوم 3 اكتوبر، فيما تقام المباراه النهائيه للكاس يوم 19 اكتوبر قبل انطلاق مسابقه الدوري الممتاز يوم 25 اكتوبر. إذن بانت الخريطة والرؤية بالنسبة للمرحلة اللي جاية. كأس مصر لم يلغى وستستأنف المسابقة يوم 25/9، ولكن قبلها هتتلعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21/9، والأهلي هيلعب مع إنبي يوم 25، وإذا فاز إن شاء الله هيواجه الفائز من بيراميدز وإنبي يوم الفائز من سموحة وبيراميدز يوم 29/9. يعني نتكلم الأهلي عنده 21/9 ثم 25/9، ثم لو كسب ويوصل مرحلة دور الثمانية هيلعب 29/9، وبعد كده يوم 3 أكتوبر، يعني فترة زمنية 4 أيام ما بين كل مباراة، والدوري هينطلق 25 أكتوبر. لكن هل الدوري هيكون دوري من مجموعتين، دوري دور واحد، دوري بشكل طبيعي؟ مش عارف، بس 25 أكتوبر ده متأخر جدا جدا جدا.